السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله هنشرح مع بعض راوتر الجراون الموديل سي تي 11023 710 واط، راوتر من شركة جراون، راوتر بروفيشنال. بسم الله نبدأ نفتح العلبة كده. عايز اقول لكم الراوتر ده ممتاز جدا، يعني لو انت حابب تشتري راوتر ده هيكون مناسب ليك جدا، سواء بقى هاوي غاوي انترك هيقضي معاك الغرض ان شاء الله. اول حاجة ده الجهاز الراوتر، ده زرار التشغيل والايقاف. الراوتر بيتميز ان هو جاي سرعات من 1 لـ 6، دي حاجة مميزة جدا. ودي قائمة عرض منتجات من شركة كراون. طبعا هنا خرجنا جميع ملحقات الراوتر من الكرتونة. اول حاجة هنشرحها مع بعض ان شاء الله القاعدة اللي هي اللي بتيجي مع الراوتر 6 ملي العادي. هنا حضرتك بتقدر تتحكم في مستوى الهبوط والارتفاع من خلال البكرة ديت، وبتبدأ تحدد العمق اللي انت عايزه وبتقفل من خلال اللوك ده وبتبدأ تشتغل. طيب ايه استخدامات القاعدة ديت؟ استخدم الراوتر بالقاعدة ديت على الحواف، يعني لو انا عايز اعمل هاليه مثلا على قطعه خشب من الحواف بنبدا نستخدم القاعده دي. حفر مثلا من الداخل وحفر عدل بستخدم الزاويه ديت، دي عن طريق ان هي بتركب هنا، بنفك البكره دي وبنبدا نركب الزاويه بالمنظر اللي حضرتك شايفه، وبنقفل عليها من هنا وبنتحكم في البعد اللي انا عايزه، سواء مثلا من قطعة الخشب اللي انا هحفرها 5 سنتي او 4 سنتي او 10 سنتي من خلال الزاوية دي. وببدأ اربط وبشتغل بيها كده. طيب عندي زاوية تانية هي ديت. طيب دي استخداماتها ايه؟ دي استخداماتها ان انا بربطها هنا كده نفس المكان برضو، نفترض مثلا ان انا يعني عندي قطعة خشب على المايل وعايز اعمل لها كده مثبتها مثلا على البنك. طبعا دي بتكون مرتكزة على الخشب كده اللي هو الجزء ده بتاع القاعدة، وبنمشي البنطة بالبلية دي، بنبدأ نحرك البلية على الخشب بالمنظر ده. ده كان تعريف الفنس ده بتاعي. طب تعالوا نشوف مع بعض كده بيشتغل. وبيطلع معانا بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. طيب ايه تاني بيجي معانا؟ بيجي معانا الكوليت ده، وبيجي معانا 2 شربون، وبيجي معانا القاعدة المايلة ديت. القاعدة دي مميزة جدا جدا جدا، ان انا لو عايز اعمل حفرة على المايل في قطعة خشب بتديني زاوية لموجب 45 بالشكل ده. بنثبت الراوتر على القاعدة دي وبتحكم في مستوى الميول اللي انا عايزه، وبتحكم في مستوى الميول اللي انا عايزه من هنا كده، وببدأ اربط المسمار من هنا ومن هنا، ببدأ عملية الحفر على الخشب بكل سهولة.
ده عشان استخدمه بستخدم ليه دليل انا بعمله بايديا، يعني طريق مثلا بثبت مسطرة على البعد اللي انا عايزه، وبقيس من الريشة للقاعدة هنا، بشوف المسافة بينهم قد ايه، وبعمل حسابها على الزاوية اللي انا بثبتها، وببدأ اشتغل بكل اريحية طبعا. طيب نيجي هنا لتالت قاعدة معانا. طبعا هنا في زرار بنلف كده، لو حضرتك شايف المكان الفتحة ديت، بنبدأ نحرك الفتحة دي على المسمار، وبنبدأ نفك الصاملة بتاعتنا. وعايز اربط، بيكون جاي معاه المفتاح ده، وبنبدأ نربط على البنطة او نفك. طبعا ده مميز ان هو بتستخدم مفتاح واحد بكل سهولة، بدل ما بتمسك مفتاحين مع بعض، وبتكون دي اريح طبعا من خلال الزرار اللي بيعمل هنا. نيجي لتالت قاعدة معانا، القاعدة المميزة جدا جدا جدا. زي ما حضرتك شايف بنقفل اللوك من هنا، وده لوك معايا تاني بيتحكم في الهبوط والارتفاع معايا. ده ثابت معايا طبعا. انا لما بظبط البعد بتاعي بفك اللوك ده من هنا، بحيث لما بشتغل يعني لو حبيت مثلا اريح شوية، او مثلا ايدي وجعتني من الشغل، فبروح سايبه وبرجع اشتغل بيه تاني، بيحدد معايا نفس العمق بالظبط، بدون ما ارجع ان انا اظبط تاني من الاول. دي مميزات القاعدة دي معانا. طب القاعدة دي استخداماتها، بنستخدم القاعدة ديت في عملية الحفر داخل الخشب. انا دلوقتي عندي شكل مثلا حرف عايز احفره على الخشب، بستخدم القاعدة ديت لانها بتكون معايا ثابتة جدا، يعني في عملية الحفر داخل الخشب، سواء نحت او بحفر مثلا قطعة خشب من الداخل، بعمل رسمة معينة، ببدأ اشتغل بالقاعدة دي، فيها تحكم عالي جدا. وده اللي بيميز الراوتر ده بالتلات قاعدات دول، بيقدر يغنيني عن الراوتر الكبير وفي نفس الوقت عن الراوتر الصغير، لان هو بيجمع بينهم الاتنين. طيب انا دلوقتي عايز اعمل حرف مثلا عدل، او مثلا حفر عدل، بقدر استخدم الزاوية ديت هنا، وبركبها في مكانها ده، بفك طبعا المسامير ديت، وبسحب زاوية القاعدة نفسها، ومن خلال الزاوية بقدر اركبها هنا في مكانها اللي بيكون متاح في القاعدة بتاعة الراوتر، وبربط على المسمار دوت، بيبدأ يثبت معايا الزاوية، وبحدد المسافة اللي أنا عايزها من الخشب، وببدأ أشتغل بكل سهولة. طبعا زي ما حضراتكم شايفين، بستخدم القاعدة ديت لو أنا مثلا عندي قطعة خشب عايز أعمل فيها شكل عدل وشكل مثلا دورانات، فبتكون سهلة معايا إن أنا بركب الزاوية بسهولة وبفكها تاني، وببدأ أستخدم الراوتر في الشكل اللي أنا عايزه. طبعا بنخلص وبنقفل مكان الزاوية، وهنا بيجي ده الشوفت للغبار، بيركب هنا عن طريق في فتحة في القاعدة نفسها، وفي بنز صغير كده في مكان شفط الغبار، بنركب ده في ده كده، وبنقفل عليها بكل سهولة. وفي مكان للمسمار الصغير ده، بنربطه، وبيكون يعني مسك جدا طبعا. وطبعا لو في مكنسة عندك بتقدر توصلها عشان تشفط الغبار كله، طبعا بيحافظ على نظافة المكان جدا يعني. وهنا انا جبت معايا طقم الريش ده، او طقم البونط ده، كعب 8 ملي. طبعا يعني في اشكال كتير، وكل بنطة بتقدر تحفر الشكل اللي هو مرسوم تحتها ده.
طيب تعالوا كده نجرب نركب البونتا نشوف بتركب ازاي. بنفك طبعا ونطلع الراوتر نفسه من القاعدة، وبناخد الراوتر ندوس على الزرار ده عشان طبعا نتحكم في الصامولة نفسها. بنفك الصامولة وبنركب الكوليت. طبعا اذا كنا عايزين نركب 6 او 8، انا هستخدم 8 ملي عشان البونتا اللي موجودة دلوقتي 8 ملي. وبنركب الكوليت مكانه، وبنختار طبعا اي ريشة احنا عاوزينها، الشكل طبعا اللي يناسب شغلك او يناسب عملك. انا مثلا هختار الريشة دي، طبعا الريشة اللي بتستخدم في عمل الحلية. بنتك على الزرار كده عشان طبعا نعرف نربط بدون ما يتحرك معنا الأكس، بس بتربط بكل سهولة طبعا. وبعدين يعني بتمسك عليه بالمفتاح عشان تكون الريشة ماسكة كويس طبعا. وبتبدأ بقى شغلك يعني على حسب طبيعة عملك، على حسب شغلك، الشكل اللي انت عايزه طبعا تقدر ترسمه انت بقى ودماغك. يعني انا بديلك نموذج بسيط كده يعني لطريقة تركيب البنطة، لكن انت طبعا الشكل اللي انت حابب تركبه او حابب تعمله ده بيكون يعني على حسب ذوقك وعلى حسب شغلك. نفترض ان انا عايز اعمل مفهار هنا مثلا للدرج او ايا كان يعني، وبنركب القاعدة زي ما حضراتكم شايفين كده. هنستخدم هنا بقى الدليل اللي هو الزاوية. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو اشترك معنا في القناة وسيب لي رأيك في كومنت. السلام عليكم ورحمة الله.